أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة لذلك خصه الله بخصائص منها صلاة الجمعة وهي فرض عين بلا خلاف وتركها من أعظم المحرمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وتجب الجمعة على المسلم بشروط منها العقل والبلوغ فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعة ومنها الإقامة فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه ومنها الصحة فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه ومنها الذكوره فلا تجب على المراه ولكنها اذا حضرت الجمعه صحت منها واجزاتها عن الظهر ووقت الجمعه هو وقت الظهر وهي ركعتان يجهر فيهما الامام ومن ادرك الامام قبل ان يرفع من ركوع الركعه الثانيه فقد ادرك الجمعه لكنه يضيف ركعه اخرى ويتمها ركعتين ومن ادركه بعد الرفع من ركوع الركعه الثانيه فقد فاتته الجمعه فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا اربع ركعات بعد سلام الامام ومن حضر الى الجمعه متاخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وان كان الامام يخطب ومن قال لصاحبه يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغى وفاته اجر الجمعه فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل فيفوتك خير عظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن